هو كان هناك ده وراح فين ده وراح فين اه مستني ساعة انا اول مرة اجي بدري ها لا انت ما جيتش بدري انت كنت مستنيني اه مستنيك من 8 و 13 دقيقة هنصور الفيديو ولا هنفطر الاول لا نفطر او ايه ده هو ده الكلام الفيديو هنا صباح الخير ومساء عليكم يا جماعه ومعلش هنخش في موضوع على طول عشان الدنيا بتشتي جو ساعة قوي بصراحه السؤال الاول من مينا منصف بيقول لي ايه اللي خلاك تخش مجال اليوتيوب وايه تخطيطك للسنه الجديده وايه التجديدات في القناه اللي خلاني اخش مجال اليوتيوب اللي هو انا حابب المجال دوت من انا وصغير كنت بقعد اتفرج على يوتيوبرز اجانب وكنت عايز ابقى اول يوتيوبر مصري لكن لما كبرت اكتشفت ان في يوتيوبرز كتير مصريين بس وقلت يعني مش هقعد استنى كتير وبدات ايه تخطيطي للسنه الجديده مش عايز احرق مفاجات كتير بس السنه الجايه او السنه ديت هيبقى فيها مفاجات كتير ده اللي اقدر اقوله دلوقتي لكن فعلا هيبقى فيها مفاجات كتير وان شاء الله تتحقق يعني موبايل قفل الباسورد ايه 1 2 2 3 بس اليوتيوب كله عارف الباسورد بتاعك ايه التجديدات في القناه اوريدي انا اول ما بدات اللي هو من 4 شهور او من 5 شهور كنت بادئ بمشبك كده وبحط فيه الموبايل دلوقتي التجديدات ان انا جبت مايكروفون شوت جان مايك لكن لسه عايز اوصله بالموبايل جبت ترايبود للمايكروفون برضو وعملت رينج لايت وعملت سوفت بوكس انا اللي عاملهم وهيبقى في فيديوهات قريب ازاي تعمل سوفت بوكس او رينج لايت ده غير اللي انا خليت السيت اب بتاعي شكله احسن بكتير والتجديدات اللي في القناه مش شرط تكون تجديدات للمعدات لكن انا عرفت هنمي مهاراتي شويه في المونتاج وفي التصوير سؤال من كريم اشرف ايه هو افضل موبايل بالنسبة ليك افضل موبايل اكيد بيتغير عشان كل سنة او كل وقت في موبايلات جديدة بتنزل لكن افضل موبايل بالنسبة ليا هو الموبايل اللي بطاريته كويسة واللي كاميرته كويسة يعني حاليا افضل موبايل بالنسبة ليا هو هيكون البيكسل 2XL ده اكتر موبايل نفسي اجيبه لاني الكاميرا بتاعته حلوة جدا وبصراحة نفسي اجربه وكمان كريم بيسأل ايه هو نوع الكاميرا طيب حاجة ممكن تفاجئ كتير قوي منكم اللي انا بصور بالكاميرا بتاعت الموبايل بتاعي الايفون 5S كاميرا 8 ميجا بيكسل لكن بعمل color correction في الصورة يعني الصورة الاصلية من الكاميرا بتبقى عاملة كده لكن بعد ما اعمل color correction بتكون عاملة كده فبعد ما اقدر على تعديل الالوان او color correction في المونتاج ده بتش تاني سؤال من زياد مختار اوبو اف 5 ولا ميت 10 لايت طيب يا جماعة دي ما يعرفش الموبايلين دول من اقوى موبايلين في الفئة المتوسطة او فئة من 5000 لغاية 6000 جنيه مصري انا عن نفسي يا زياد اختار الاوبو اف 5 لاني الكاميرا بتاعته احسن شوية وزي ما قلت انا بهتم شوية بالكاميرا لاني بصور بالموبايل كتير لكن طبعا يا جماعة كل المقارنات اللي في الفيديو دوت او كل حاجة ليها علاقة اني انا بختار موبايل عن التاني ده بيبقى رأيي انا طبعا يعني انت في الاخر رأيك هو الاهم كومنت من يحيى سعد يا جماعة دي بتشتي جامد قوي بيقول لي عندك كام سنة انا عندي 15 سنة يا جماعة سؤال من رفائيل نبيل برنامج هو بيسأل على برنامج فيه مونتاج او كاريو مش عارف بصراحة يعني ايه كاريو مش فاهم بصراحة يعني ايه كاريو لكن البرنامج اللي بستخدمه في المونتاج هو اتوب بريمير سي سي اندرو عطية بيسألني سين واحد ازاي اقدر اديت القناة على اليوتيوب بحيث اكبر بسرعة وسؤال تاني احسن موبايل في كل فئة بالنسبة لك ازاي اقدر ابني قناة على اليوتيوب واكبر بسرعة دي يا جماعة ما بتعتمدش على الامكانيات قوي يعني انت لو عايز تكبر بسرعة على اليوتيوب لازم يبقى معاك كاميرا كويسة ويبقى على الاقل تعرف تعمل مونتاج كويس لكن يا جماعة اهم من كل دوت هي افكارك لو انت عندك فكرة كويسة او مخك بيجيب افكار حلوة وكتيرة بسرعة جدا تنتشر على اليوتيوب وهتبقى مشهور جدا في وقت قليل لكن برضو مش معنى كده ان الامكانيات او الكاميرا او الجهاز بتاع المونتاج بتاعك مش مهم بالعكس الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لاحسن موبايل في كل فئه سعريه فانا عملت فيديو قبل كده على كل فئه سعريه احسن موبايلات فيها لكن ما قلتش فيهم ال 10 لايت ولا الاوبو اف 5 عشان الفيديو ده كان قبل ما ينزلوا فهتلاقي الفيديو فوق على اليمين كده صح السؤال اللي بعده من مينا مانو بتجيب الحاجات اللي انت بتقولها بتقول لنا عليها في الفيديوهات منين طيب
كل فيديو بيبقى ليه حاجات معينه. الفيديوهات مثلا بتاعه الاخبار او النشره اللي هي سلسله ايه الجديد، معظم الاخبار تبقى من موقع اسمه CCB او CBB CBB. معظم الاخبار تبقى من موقع اسمه BBC، ده عندي موقع معروف بتاع اخبار بيبقى فيه قسم مخصوص بالتكنولوجي وكده، فانا بعرف الاخبار معظمها من عليه، وبرده من على الانترنت الباقي لو بشوف خبر او كده بعمل له سيف وباجي في الوقت بتاع النشره عشان افلتر الاخبار ديت واقول احسن اخبار فيهم. لكن في الفيديوهات العاديه بتاعه المراجعات مثلا او كده بكون يا اما شفت المؤتمر بتاع الموبايل دوت على اليوتيوب، ايفنت بيبقى لايف، يا اما بكون جايب المواصفات بتاعتهم من على فيديوهات تانية على اليوتيوب او من على مواقع على النت. السؤال اللي بعده من كيرو عماد، ايه اللي مخليك مكمل لحد دلوقتي في اليوتيوب؟ اللي مخليني مكمل على اليوتيوب لغايه دلوقتي، اللي انا لما بدات ما كنتش بادئ عشان اقعد مثلا 4 شهور أو 5 شهور، كنت بادئ عشان اكمل في اليوتيوب، فحاجه طبيعيه ان انا اكمل في اليوتيوب. السؤال اللي بعده من احمد شعبان، ايه افضل سامسونج جي 7 برو ولا جي ار 5 2017 من هواوي؟ انا هروح مع الجي ار 5 2017 اديشن، لاني سامسونج في الموبايلات المتوسطه لو هروح معاها هروح معاها عشان الشاشه، لكن السامسونج جي 7 برو الشاشه بتاعته تي اف تي مش سوبر اموليد، فبالتالي انا شايف ان جي ار 5 بصراحه هيبقى احسن. ايه اكتر تليفون نفسك تجيبه في 2018 وليه؟ اكتر تليفون نفسي اجيبه بصراحه هو النوت الجاي من سامسونج. بصراحه مش مهتم قوي بالاس 9، مش هيبقى فيه تغيير كتير، لكن بصراحه مستني قوي النوت الجاي من سامسونج، وبرده بصراحه مستني الايفون اللي جاي، عايز اعرف هيبقى اسمه ايفون اكس 2 ولا هيبقى اسمه ايه بالظبط، وعايزين نعرف مسار ابل او طريق ابل رايح على فين. فانا مهتم بالنوت بتاع شركه سامسونج الجاي والايفون الجاي من ابل. السؤال الثاني من مارينا جندي، ايه رايك في موبايل هواوي ميت 10 لايت والبطاريه بتاعته؟ البطاريه بتاعت الهواوي ميت 10 لايت كويسه جدا، لكن بصراحه ما جربتوش فما اقدرش اديك يعني راي موثوق فيه، لكن اللي انا اعرفه عنه اللي هو البطاريه بتاعته كويسه جدا. السؤال بعد من فيرو ارساني، عايز اتعرف ازاي ترجع الحاجات اللي اتمسحت بعد ما الموبايل اتفرمت. في اكتر من طريقه، لكن انا مش هينفع اشرحها في الفيديو دوت عشان هي بتبقى طرق غريبه وطويله بصراحه، لكن هيبقى في فيديو فوق على اليمين هنا عشان تعرفي ازاي ترجعي الحاجات اللي اتمسحت على موبايل الاندرويد. السؤال اللي بعده من اندرو عادل نصحي، كاميرا نيكون 7 دي يا جورج كويسه ولا لا لواحد مبتدئ؟ نيكون 7 دي مش عارف بصراحه، ما اعرفش الكاميرا ديت، ما اظنش ان في كاميرا اسمها نيكون 7 دي بصراحه، ممكن يكون قصدك كانون 7 دي، واه طبعا كويسه لواحد مبتدئ، كويسه جدا كمان، لكن لو انت عمال عايز تصور فيديوهات على اليوتيوب اظن الكاميرا هتبقى احلى من نيكون بالنسبه لك. طيب يا جماعه، الفيديو اللي فات في مشكلة كبيرة عملتها، فما تنساش اي حد عنده سؤال يا جماعة عني عن التكنولوجيا عن اي حاجة يكتبها في الكومنتات، وعشان دوت اول فيديو اسئلة واجوبة فهقول كل الاسئلة اللي هتيجي حتى لو كانوا كتير جدا. فانا كنت متوقع بصراحة ان الاسئلة ما تبقاش كتير، لكن انتوا فاجئتوني، فعلا الاسئلة كانت كتير جدا وانا للأسف مضطر ارد عليها كلها. حاجات ادوبي كلها بتعمل ايه اللي هي ادوبي بريمير وافتر افكتس، تعرف ايه الادوات اللي ممكن احتاجها لعمل يوتيوب؟ السؤال اللي بعده من حوده، بتحبني؟